يقول السائل: توفت والدتي وقد تركت مالا وهو لأخي الأصغر، حيث أنها كانت تجمع له من راتبه، وهو راتب والدي يرحمه الله، حيث أنها كانت لا تعلم بإخراج الزكاة. يقول: توفت والدتي وتركت مالا وهو لأخي الأصغر، حيث أنها كانت تجمع له من راتبه، وهو راتب والدي يرحمه الله، حيث أنها كانت لا تعلم بإخراج زكاة المال، وتوفيت ولم تخرج الزكاة طوال هذه السنوات، مع العلم أن المال ليس بكثيرا، فما هو الحكم؟ هل الذي تجمعه من نصيب الولد هذا، أو إن كل اللي يخرج للوالد تجمعه لهذا الولد وهو له ورثة آخرون؟ يحتاج إلى تفصيل. ولكن على كل حال، إذا كان هذا المجموع مما يستحقه هذا الولد، ومضت عليه عدة سنين وهو يبلغ النصاب، إنه تجب فيه الزكاة، تخرج عن السنين الماضية ربع العشر عن كل سنة، يخرجها وليه والناظر في أمره،